يسعد اوقاتكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا باخر حلقه من حلقات برنامج كواليس اللي عودناكم من خلاله تكونوا معنا حاضرين باجواء تصوير واعداد البرامج اللي بتتابعوها عبر قناتنا فلسطين الشباب والرياضه. اليوم رح نتواجد مع طاقم برنامج يلا نفكر، وتحديدا مع الزميله غصون صبري. يلا نفكر هو عباره عن برنامج بيسلط الضوء على المشاريع الشبابيه التكنولوجيه اللي بتبرز دورهم في مجال الابتكار التكنولوجي. خلونا نتابع كيف كانت اجواء التصوير. دائما نحكي عن التحديات اللي واجهتك في تنفيذ الفكرة، مين اللي تجاوب مع الفكرة، جهات خاصة جهات حكومية زي ما حكينا بالضبط. بعدين لما تم تسجيل مشروع براءة اختراع ب 2014 نتحدث عن الدعم المادي للمشروع، وممكن يكون في يعني ممكن يتعرض لما يكون في دعم للمشروع من قبل جهة معينة هي بدها تأخذ المشروع لإلها، هاي مهمة. بالعكس مرتب الأفكار اللي معي إنه أبلش ذكاء أو إشي هيك قبل الأسئلة قديش نعرف فكرة المشروع عشان نعرف وقت شو تطلع تبقى. هلا طلع أنا اللي بسألك كل سؤال، يعني مش إنك لحالك تقدر الحكي. تمام عدت. كمان بدنا نحكي عن مشاركاتك الخارجية اللي هي كتيرة، قديش أنت عم تطور حالك في هذا المجال لحتى فعلياً تكون أنت قادر حتى على ترويج المشروع سواء من التسويق أو البزنس أو إلى آخره. ونحكي كمان عن الجديد في هذا المشروع. تمام؟ هلأ 10 minutes هو أصلاً نحن نحكي عن تكنولوجيا، نحكي عن سمارت أبليكيشن، هيك هو البرنامج، فأكيد إشي سريع.
صباحي بوسون، يسعد صباحك مؤمن. طبعا مؤمن اليوم ضيف رح يكون ببرنامج يلا نفكر، بس قبل ما احكي معك مؤمن وصون بدي تحكي لي شوي عن البرنامج، شو طبيعه البرنامج؟ تمام ضحى، هو البرنامج اسمه اول شيء يلا نفكر لانه في مجال الابداع والتفكر خاصه للشباب الفلسطيني، بيختص في البرامج او في المشاريع اللي تختص بالتكنولوجيا والابتكار، سمارت ابلكيشن. فبصراحة بهذا البرنامج تعرفت على شباب وصبايا رائعين مبدعين. في عندهم مشاريع فعليا لازم تطبق على ارض الواقع، اكيد كثير حتخدمنا. مشوف حلو نوثق هاي الانجازات، خاصة انه انا بحس هون ما مش كثير بنسلط الضوء ممكن على الشباب وانجازاتهم بهاي بالشيء التكنولوجي اكثر. طيب مؤمن، انت اليوم ضيف رح تكون معنا بيلا نفكر، بس مؤمن بدي اسالك سؤال هيك صغير قبل ما تبلش، قديش بتحس هاي البرامج، نوعيه هاي البرامج بتفيدكم انتم كشباب اللي بتركز على انجازاتكم ومشاريعكم؟ تمام، انا اول شيء مؤمن حمدان، مخترع فلسطيني حاصل على شهاده فولاد احتراف في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. اهلا وسهلا فيك. بصراحه اللقاءات زي هاي ممكن نستفيد منها انه نعرضها خارجي، لما نطلع مؤتمرات خارجيه نعرضها، وكمان بيتيح لنا الفرصه انه ممكن اي حد ممكن عنده فكره انه يستفيد من مشروعنا او إشي بنتيح له انه يقدر يعرفنا، يعني حلو. ممكن مش في اي وقت بصح لنا معارض او مؤتمرات الشركة عشان الكل يشوف. صحيح. بس زي مقابلات زي هاي ممكن احنا نستخدمها على الفيسبوك، او هو نفس اي حد ممكن يطلع على المقابلة هاي خلاص يعرفها ويقدر يتواصل معك. طبعا اكيد. طيب جاهز مؤمن للمقابلة؟ جاهز. هلا احنا اليوم بس هون مقابلة رح يكون فيها. مقابلة. تمام اوكي، يلا معنا خلينا نشوف. يلا كم منيح الايضا طلع عليها. هلا تكون نحكي انا وياك. امي مرسيك ما شاء الله عم بتخلق. سامحنا عن جد بس. انا جاهز. اوكي، بالبداية مؤمن نحكي عن فكرة الابتكار، اي فكرة ابتكار تيجي وليدة حاجة معينة. فعلياً نتحدث عن من وين إجت فكرة الكرسي المتحرك؟ الفكرة بصراحة أجت من الواقع الحالي اللي إحنا بنعيشه، اللي هي صعوبة التنقل بالاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة وخاصة المواصلات كمان بدون مرافقة أي شخص محرم. فبصراحة المشروع إجا من فكرة إنه كيف نخلي ذوي الاحتياجات الخاصة يتنقلوا بدون تكاليف عالية الثمن ويتنقلوا بدون مساعدة أي شخص. فمن هون أجت فكرة المشروع بصراحة. تمام، بدنا نحكي عن آلية تطبيقه، كيف ممكن إحنا نستفيد منه ونتعامل معه، بس بالبداية خلينا نحكي عن آلية العمل في هذا الكرسي. المشروع هو عبارة عن روبوت بيساعد الاحتياجات الخاصة عشان يتبقى في أماكن العمل الخاصة. الروبوت عبارة عن باكيج كصندوق بنحطه بصندوق السيارة الخلفي، باب السائق بيفتح طبعاً، آلي كمان الكرسي المقعد نفسه اللي هو السائق. يعطيكم العافية. يعطيك العافية مؤمن، كيف حسيت المقابلة، كيف شفتها؟ بصراحة المقابلة جيدة وقوية جدا لأنها استهدفت نقاط ما كانت موجودة، يعني ما كانتش معروفة بشكل عام. انت كنت تحكي والأسئلة بصراحة يعطيك العافية غصون، يعني أسئلة واضحة وخلت الواحد يفهم أكثر عن الفكرة اللي هو شغال عليها. صحيح، يعني مشاكل الأسئلة الوجهات اللي وجهتنا إياها، كمان المشاكل الحالية اللي احنا عمين بنمر فيها، يعني إذا بتنحل إن شاء الله المشاكل الموجودة ممكن تتيح لأكثر من فرصة إنه يقدروا يشتغلوا على أرض الواقع مشاريع. حلو إن شاء الله. طب غصون أنا بس بدي أسألك سؤال هيك سريع، هو برنامج يلا نفكر ما بقتصر بس على مقابلة، صح؟ أنتوا بتروحوا بتشوفوا بتروحوا لمكان تواجد هدول الشباب، بتشوفوا كيف المشاريع اللي بيشتغلوها. صح صح، إحنا بنروح بالعادة زيارة على المكان اللي هم بيكونوا متواجدين فيه، بس اليوم مختلف لوكيشن التصوير بالاستوديو، بنشوف شو يعني شو نوعية المشروع بنصوره وكيف يتم تطبيقه. بس اليوم احنا حنشوف كمان آلية المشروع عشان انتو كمان تشوفوه معنا من خلال اللابتوب. هلأ مؤمن بفرجينا. اوكي تمام تمام، يعطيكم العافية.
ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من كواليس. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالبرنامج، على أمل اللقاء مجدداً. إلى اللقاء.